أهلا بكم من جديد. أعلن سياسيون أمريكيون تأسيس حزب سياسي وطني جديد أطلقوا عليه اسم إلى الأمام. وقال السياسيون الذين كانوا ينتمون للحزبين الجمهوري والديمقراطي إن حزبهم الجديد يأتي تلبية لمطالب ملايين الناخبين الذين يقولون إنهم مستاؤون من نظام الحزبين في الولايات المتحدة. يترأس الحزب الجديد المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة أندرو يونغ والحاكمة الجمهورية السابقة لولاية نيوجيرسي كريستين تود ويتمان. وبحسب المؤسسين يتركز الحزب الجديد على ركيزتين هما تنشيط اقتصاد عادل ومزدهر وإعطاء مزيد من الخيارات للأمريكيين خلال الانتخابات. وقال أعضاء مؤسسون إنهم يأملون في أن يصبح الحزب بديلا للحزبين الجمهوري والديمقراطي اللذين يسيطران على السياسة الأمريكية. سيتم إطلاق الحزب الجديد في حفل رسمي في مدينة هيوستن بولاية تكساس في 24 من الشهر المقبل، وسيعقد أول مؤتمر وطني له الصيف المقبل. منذ منتصف القرن 19 تتركز المنافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حتى بات النظام السياسي في الولايات المتحدة يوصف بحكم الحزبين. تأسس الحزب الديمقراطي عام 1798، وتعود أصوله إلى ما كان يسمى بالحزب الجمهوري الديمقراطي الذي تأسس عام 1792 على يد توماس جيفرسون وجيمس ماديسون وغيرهما من معارضي النزعة الفيدرالية في السياسة الأمريكية. ونشأ ندا للحزب الفيدرالي الذي أسسه جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة، ثم اعتمد اسمه الحالي بقيادة الرئيس أندرو جاكسون الذي ناصر مبادئ جيفرسون عند انقسام أعضاء الحزب في عهده. يتمتع الحزب الديمقراطي حاليا بعضوية أكثر من 45 مليون شخص، ويحظى بشعبية كبيرة في الولايات الأكبر سكانيا في الساحلين الشرقي والغربي للبلاد. أما الحزب الجمهوري فتأسس عام 1854 من بعض المنشقين الشماليين عن الحزبين اليميني والديمقراطي، وكان بعض هؤلاء المؤسسين ضد وضعية الرق القائمة آنذاك وضد مطالبات الانفصال الإقليمية، وبرز على الساحة بفوز إبراهيم لينكولن عام 1860 برئاسة الولايات المتحدة. يتمتع الجمهوريون بعضوية أكثر من 33 مليون عضو، ويحظى الحزب بتأييد عدد أكبر من الولايات في جنوب الولايات المتحدة ووسطها لكنها أقل كثافة سكانيا. بعد التقرير نسأل ضيفنا عن فرص الحزب الجديد بالنجاح وسط ثنائية حزبية قائمة منذ الحرب الأهلية الأمريكية. لطالما ارتبطت السياسة الأمريكية بنظام الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، والذي استمر طوال 200 عام، وحكم الحزبين في الولايات المتحدة غير مؤسس له في الدستور، لكنه نتاج طبيعي للنظام الانتخابي القائم على قاعدة الفائز يحصد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية، كما هو الحال في الاقتراع البرلماني أو رصيد الولاية في المجمع الانتخابي كما في المنافسة على الرئاسة. ولكن من رحم هذه المعادلة يخرج مجموعة من الساسة من الحزبين ليعلنوا تأسيس حزب ثالث وطني جديد أطلقوا عليه اسم إلى الأمام، بغية أن يصبح حزبا رئيسا ثالثا في الحياة السياسية الأمريكية، اعتمادا على جذب ملايين الناخبين الذين يقولون إنهم مستاؤون مما يرون أنه نظام الحزبين المختل في أمريكا. يرى هؤلاء الساسة وعلى رأسهم المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة أندرو يانغ وكريستين تود ويتمان الحاكمة الجمهورية السابقة لولاية نيوجيرسي أن عدد من سجلوا أنفسهم كمستقلين وصل أكثر من 33 مليون ونصف مليون، وبهذا تفوق على عدد أعضاء أحد الحزبين الرئيسين لأول مرة في تاريخ البلاد. وبهذا فالقاعدة الشعبية جاهزة لاستقبال نظام سياسي جديد يخرج من عباءة الحزبين. تاريخيا يعكس نظام الحزبين استقطابا حادا في المجتمع الأمريكي، لا سيما في بدايات نشأته، بين جنوب يطالب بنظام كونفدرالي تتمتع الولايات فيه بسلطات أكبر، يقابله شمال يسعى لتعزيز المركزية الفيدرالية، وهو ما أعقبه بعد الحرب الأهلية استقطاب بين ثنائية المحافظة والليبرالية إلى اليوم.
لهذا من الصعب تصور أن يلعب الحزب الثالث دورا تنافسيا جادا في سباق انتخابات 2024 الرئاسي، فضلا عن الفوز بنسبة معقولة من أصوات الناخبين الأمريكيين. ويرجع السبب في ذلك إلى هيمنة الحزبين الرئيسين على الحياة السياسية بأدواتهما المالية الإعلامية والبحثية والفكرية التي استغرقت عقودا حتى رسخت وأصبحت أكثر قوة. ولم يسبق أن لعب أي مرشح من خارج الحزبين الرئيسين في دور انتخابي بارز باستثناء المرشح روس بيرو عام 1992 حين حصل على 19% من الأصوات. وتشهد الانتخابات الرئاسية عادة وجود مرشحين فضلاً عن مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومن أهم هذه الأحزاب حزب الخضر وحزب الأحرار وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة، ويحصل مرشحو الأحزاب الأخرى على أقل من 1.5%، ولم يسبق لهم أن لعبوا دوراً حاسماً في تحدي هوية الرئيس الفائز. وفيما لا تعد محاولات تأسيس حزب ثالث جديدة، فإنها تعتبر رداً على ما تراه أطياف سياسية أمريكية فشلاً من طرف الحزبين الجمهوري والديمقراطي في إحجام دور التيارات المتطرفة وتخفيف حدة الاستقطاب السياسي في البلاد والاستجابة لاهتمامات الناخبين اليومية. وبينما يسعى قادة الحزب الأمريكي الجديد إلى ملء فراغ سياسي تدعمه استطلاعات الرأي، فإنه مهدد بنفس مصير التجارب السابقة التي جاءت نتيجة أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وانتهت مع تراجع الضغوط التي كانت تقع على الأمريكيين. ومن ركائز برنامج الحزب الجديد تنشيط اقتصاد عادل ومزدهر وإعطاء الأمريكيين المزيد من الخيارات في الانتخابات والمزيد من الثقة في حكومة تعمل والمزيد من الرأي في مستقبلنا، فيما لا توجد سياسات محددة بعد للحزب الوسطي. ويشمل الحزب الجديد 3 حركات هي حركة تجديد أمريكا التي شكلها عام 2021 عشرات المسؤولين السابقين في الإدارات الجمهورية لرونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج دبليو بوش ودونالد ترامب، وحزب إلى الأمام الذي أسسه يانغ بعدما ترك الحزب الديمقراطي عام 2021 وأصبح مستقلاً، وحركة اخدموا أمريكا وهي مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين. ولا تعرف للحزب مواقف سياسية واضحة حتى الآن، إلا أن تركيبة قياداته تشير إلى اتجاه وسطي بين يسار الحزب الديمقراطي ويمين الحزب الجمهوري، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة بشأن فرص هذا الحزب الجديد بكسر هيمنة الحزبين في الولايات المتحدة والنجاح في حجز مكان له في المشهد السياسي الأمريكي. معنا عبر سكايب الدكتور خليل جهشان مدير المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. دكتور خليل جهشان، ليست المرة الأولى التي يحاول فيها سياسيون أمريكيون تشكيل حزب ثالث، ما المختلف هذه المرة؟ لا أعتقد أن هناك في الواقع أي اختلاف عن المرات السابقة. الولايات المتحدة تاريخيا تشكو من أزمة ثقة في الحزبين الرئيسين الديمقراطي والجمهوري اللذان سيطرا على العملية الانتخابية والسياسية أو الحزبية في الولايات المتحدة لسنين طويلة، وهذه الأزمة ناجمة عن ربما أزمة أهم وأكثر تعقيدا، وهي أزمة حوكمة في الواقع، أزمة وظيفية. يعني أغلبية الشعب الأمريكي أكثر من 62% اليوم تعتقد أننا بحاجة في هذا البلد إلى حزب ثالث نتيجة الأداء الضعيف وحتى الفاشل للأحزاب الموجودة حاليا. فنفس هذه الأسباب هي التي أدت إلى ظهور ربما هذه الفكرة الجديدة القديمة، حزب ثالث جديد من مجموعة من السياسيين، مجموعة غير حزبية، منها من هو جمهوري ومنها من هو ديمقراطي. الهدف من هذه الحركة التي تسمى حركة إلى الأمام Forward Party، محاولة بعض الأشخاص الذين خاضوا انتخابات الرئاسة سابقا ربما الوصول إلى نتائج أو استنتاجات من بعد فشل فترة حكم ترامب لتوحيد البلد من جديد والتركيز على السياسات الجدية التي يحتاج إليها البلد. فمن الممكن أن يكون هنالك نمط أو بعد جديد
لهذه الحركة هذه المرة، ولكن شخصيا لا أعتقد أنها ستحظى بالنجاح مثل المحاولات السابقة. طيب، هذه الحركة الجديدة فورورد إلى الأمام تضم مسؤولين سابقين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، هل هذا يعني أنها ستكون في وسط المشهد السياسي في البلاد؟ هذه الأفكار لإنشاء أحزاب ثالثة عادة تكون إما أحزاب متطرفة جدا، مثلا مثل الحزب النازي الأمريكي أو الحزب الشيوعي الأمريكي الذي لا مستقبل له في هذا البلد، أو تكون أحزاب في الوسط. هذه المرة الفكرة هي نوعا ما وسطية، يعني أو في حزب من الوسط يضم عشرات من السياسيين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يعتقدون أن حزبهم بالذات فاشل في تحقيق أهدافه، ولذلك التقوا مع بعض في هذه الفكرة ربما لنوعا ما تخليص أمريكا من هذا المأزق. فبينهم مثلا أندرو يونغ المرشح السابق للرئاسة، وأداء جيدا وقتها أندرو يونغ، حظي بشعبية كبيرة في الواقع وقتها، حظي بشعبية كبيرة لأنه بالفعل يعني لبى مطامح شريحة مهمة جدا بين الناخبين الأمريكيين التي كانت تريد أفكار جديدة. يعني ما جاء به أندرو يونغ هو الأفكار الجديدة، وهذا هو هدف في الواقع الحزب الثالث. يعني لماذا تحتاج أمريكا إلى حزب ثالث؟ لأن هناك إفلاس سياسي وأخلاقي من قبل الحزبين المهيمنين من ناحية التركيز على سياسات جديدة. طالما تحدثت عن الشرائح، ما يفترض أن تكون الحاضنة الاجتماعية لهذا الحزب الجديد؟ يعني نعرف في الولايات المتحدة أقصى اليسار يصوت للحزب الديمقراطي، أقصى اليمين يصوت للحزب الجمهوري، من سيصوت لهذا الحزب الجديد؟ ما هي الحاضنة الاجتماعية له؟ أعتقد أن الحاضنة الاجتماعية له سيكون أغلبية من الديمقراطيين، ومن هنا تخوف أعضاء الحزب الديمقراطي من هذه الفكرة، لأنهم يعتقدون أنها ستسلب الحزب الديمقراطي من إمكانية الانتصار في الانتخابات القادمة، لأنه قلائل جدا من الجمهوريين سيصوتون لهذه الفكرة. يعني بصراحة الحزب الجمهوري اليوم هو حزب ثالث بالأساس، بإمكاننا أن نعرفه كحزب ثالث، بمعنى أن اختطاف ترامب للحزب الجمهوري لم يبقي الحزب الجمهوري على أسسه التقليدية التي كنا نعرفها سابقا. ليس حزب، لم يعد حزب نفسه من جديد، لم يعد حزب إبراهام لينكولن أبدا أبدا أبدا. فالحزب الآن يعني تهيمن عليه شريحة من الأقلية الديمقراطية ولكن الجمهورية، ولكنها أقلية متطرفة يمينيا، خطفت الحزب باتجاه آخر غير ما كنا نعرفه مثلا قبل ترامب. طيب دكتور خليج هشام، كما تعرف وأنت خبير بهذا المجال، لا يمكن لحزب صغير أو كبير في أمريكا أن ينشأ من دون التمويل. هل سيجد أندرو يونغ ومن معه باكس أو سوبر باكس، لوبيات كبيرة تمولهم؟ لا أعتقد ذلك بصراحة، يعني لأن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة وتنظيم الأحزاب عملية مكلفة جدا. الانتخابات الأخيرة كلفت أكثر من ميزانية فلسطين السنوية، يعني عادة أي انتخابات في الولايات المتحدة تكلف أكثر من 4 إلى 5 مليارات دولار. الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الوقت تكلف أكثر من 20 إلى 30 مليار دولار. هذه الأموال غير متواجدة حاليا في ظل الركود الاقتصادي الذي يعاني منه. ربما يحتاجون شخصا مثل إيلون ماسك يمولهم. وأكثر من 10 إيلون ماسك بحاجة إلى تمويل مثل هذه الفكرة. طيب هل ترى إذن أنه لن تصل إلى خواتيمها هذه الفكرة، ستظل أماني أن يكون هناك في الولايات المتحدة أكثر من خيار أمام المواطن الأمريكي للتصويت سواء في الكونغرس أو في الرئاسة؟ طبعا هذا هو الهدف بالذات، يعني توجيه الانتقاد للحزب الجمهوري وللحزب الديمقراطي واعتقاد ثلثي أبناء الشعب الأمريكي بأن كلا الحزبين قد فشلا في أداء المهمة الأساسية للحزب في الولايات المتحدة. فقط ثلث الأمريكيين
يؤيدون عدم المس بالنظام الانتخابي الحالي أو الحزبي الحالي. يعني إذا هناك أقلية تدعم نظام الحزبين، فالبلد بحاجة إلى تغيير. فربما هذا الانتقاد قد يضع الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في موقف الدفاع عن النفس ومحاولة ربما الإصلاح الضروري داخل الحزب للتغلب على هذه النظرة من قبل السلبية من قبل الرأي العام الأمريكي. على ذكر الخيار الثالث، تذكر جيدا دكتور خليج جان روس بيرو في انتخابات 1992 حقق نحو 19% آنذاك، لكن أيضا سبب ضررا للحزبين بدون أي شك. يعني كلف ربما الحزب الديمقراطي الفوز بتلك الانتخابات، وكما قلت هذا هو تخوف الحزب حاليا من هذه الظاهرة. طبعا بيرو لم يكن أول ولا آخر مرشح ثالث لحزب ثالث في الولايات المتحدة، لقد شهدنا العديد من هؤلاء في الماضي، ولكنه نجح بنسبة أعلى نتيجة التوقيت. يعني في تلك الفترة بالذات أعتقد أن الفكرة التي جاء بها قد جلبت انتباه الناخب الأمريكي، مما جعله يكسب أكثر من 19% من الذين أدلوا بأصواتهم آنذاك. لا أعتقد أننا حاليا مقبلون على ذلك. الانقسام الحالي هو في الوسط في الولايات المتحدة، لا أعتقد أننا سنلاحظ فروقا كبيرة بين أداء الديمقراطيين والجمهوريين أو مفاجئة بين أداء الحزبين في الانتخابات القادمة. طيب ماذا عن المؤسسة الأمريكية دكتور خليج جشان، الاستابليشمنت، هل تقبل هذا النظام الأمريكي المؤسس منذ أكثر من 250 عاما ربما، يقبل وجود قوة ثالثة؟ أم أن هذه القوة الثالثة قد تكون مرحب بها لأنها ليست خارج المؤسسة، في النهاية هو جزء من هذا التيار في الولايات المتحدة؟ تحليلي بصراحة أن النخبة هي الطرف المستفيد الرئيسي من هذا النظام، نظام الحزبين المهيمنين، وهي طبعا مثلها مثل أي مؤسسة سياسية لا تأخذ بعين الاعتبار الانتحار السياسي كمخرج من هذه الأزمة، بالرغم من أنها تعرف تماما أسباب الضعف وأسباب الفشل للحزبين الموجودين أو المهيمنين حاليا. فالأحزاب ربما تضعف، ربما تضمحل، ولكنها لا تنتحر، وكذلك النخب السياسية. شكرا جزيلا الدكتور خليل جهشان مدير المركز العربي في واشنطن.